ومعي عبر الهاتف الناطق باسم مكتب الإعلام الحربي التابع لعملية بركان الغضب عبد الملك المدني. سيد المدني، رحب بك معي في هذه النشرة. مرحبتين بك وبكل مشاهدي قناة التناصح. سيد المدني، لو تطلعني في البداية عن ما حدث في الجنوب الشرقي لمدينة غريان بالتحديد في منطقة غطريح هذا اليوم. نعم، صباح هذا اليوم قامت ميليشيات مجرم الحرب مصحوبة بغطاء جوي للطيران الإماراتي المسير من محاولة تقدم على تمركزات قوات الجيش الليبي في محيط منطقة غوطرمان في جنوب شرق مدينة غريان التي تنعم الآن بالأمن والأمان تحت سيطرة قوات الجيش الليبي. طبعا هذا الهجوم عكس ما روجته صفحات التابعة لهذه الميليشيات الخارجة عن الشرعية. الهجوم كان مكثف جوي أكثر من أن كان هجوم على الأرض. دام هذا الهجوم لساعات طويلة، تمكنت خلالها قواتنا الباسلة من صد هذا الهجوم الذي يعتبر هجوم جوي مكثف بأكثر من طائرتين مسيرة فوق سماء غوطر الريح. دورت اشتباكات هناك، تمكنت قواتنا من تدمير وتعطيل عدد من آليات هذه الميليشيات. منطقة كما نعرف أن بوابة غوطر الريح التي ادعت ميليشيات مجرم الحرب بأن سيطر على غوطر الريح بالكامل، هذه البوابة في الأساس قبل هذه الاشتباكات هي ليست تحت سيطرة قوات الجيش الليبي، هي كانت منطقة اشتباكات تتقدم لها قواتنا الباسلة ثم السراجة. هذه الميليشيات خلال هذه الاشتباكات اليوم تقدمت حول هذه البوابة والتقطت عدة صور، ويعتبر هذه البوابة ليس هدف أو ليس مكان استراتيجي يتمركز فيه أي طرف. تعتبر هذه البوابة في منطقة خالية، منطقة مساحة مفتوحة، يصعب على أي طرف أن يتمركز في هذه البوابة. طيب سيد المدني، يعني هناك بعض التحشيدات منذ تحرير مدينة غريان في منطقتي الأصابعة والعربان، لماذا لم تسعى قوات الجيش لتأمين مدينة غريان بتمشيط هذه المناطق وتأمينها وإلقاء القبض حتى على المجموعات المسلحة التي تنتمي إلى ميليشيات الكرامة والتي دخلت إلى هاتين المنطقتين بالتحديد بعد تحرير غريان؟ أخي الكريم، في الأساس مدينة غريان مؤمنة، وقوة حماية غريان والقوة المساندة تقوم بواجبها على أكمل وجه يوميا، تقوم بدوريات تنشيطية. يوم الأمس فقط تمكنت قوة حماية غريان في اليومين الماضيين قوة حماية غريان من القبض على 73 لميليشيات مجرم الحرب بالقرب من منطقة العربان. قواتنا الباسلة وقوة حماية غريان التي مختصة بتأمين مدينة غريان تقوم بواجبها على أكمل وجه. ما حدث هذا اليوم ليس في الأساس هو الهجوم على مدينة غريان، لكي نعلم لو كانت هذه الميليشيات تريد الهجوم على مدينة غريان لكان هناك أكثر من محور، فتح محور الهيرة مثلا أو محور الأصابعة. هي هذه الميليشيات تريد أن تصنع بلبلة، تريد أن تصنع بلبلة. تعلم جيدا بأن وصول لبوابة غوط الريح سهل وسهل جدا، ومع هذا برغم أنها ليس تملك الثقة في نفسها، كان هذا الهجوم مكثف بالطيران الإماراتي المسير، هجوم مكثف بالمقابل مع قوات مشاة لهذه الميليشيات وصلت لبوابة غوط الريح ووجدت مقاومة كبيرة ومقاومة شرسة من قوات الجيش الليبي. ونحن هنا لا ننسى القوات المساندة وقوة الدعم سرية الكوريت التي وصلت لدعم شبابنا الأبطال هناك في مدينة غريان أو في منطقة غوط الريح بالتحديد، وكانت ملحمة صحيح في خلال هذه المعارك. تلقينا استشهاد ثلاثة من قادة قوة حماية غريان، ولكن الصد كان هجوم. بالمقابل كانت هناك العديد من القتلى، أيضا دمرت قواتنا هناك عدد من الآليات وعطبت الأخرى. نعم. هو يعتبر ما حدث اليوم عبارة عن بلبلة إعلامية لكي تضع مجال الذي تتحدث له هذه وسائل الإعلام الذي تفقد المعنويات المنهبطة. هي تعلم جيدة بأن لولا الطيران الإماراتي المسير لما كان لها أساس وجود في جنوب العاصمة طرابلس أو على حدود مدينة غريان. طيب باعتبارك أتيت على محاور القتال في العاصمة، ما هي آخر التطورات في هذه المحاور؟
نعم محاول القتال جنوب العاصمة طرابلس بعد آخر هجومين من قوات الجيش الليبي في منطقة سباعة وأيضا على بوابة الكازيرما. الآن تشهد محاولة قتال هدوء حذر من خلال الاشتباكات المباشرة فيما تستمر مدفعية قوات الجيش الليبي في استهداف عدد من الآليات. على سبيل المثال هذا اليوم مدفعية ثقيلة في محور وادي الربيع دمرت تجمع لهذه الميليشيات ما أصدته قوات الاستطلاع وقوات وشباب وأفراد الدربيل. تم تدمير مدرعة إماراتية وأيضا استهداف تجمع مباشر في محور وادي الربيع. لا زالت قوات الباسلة ترصد تحركات هذه الميليشيات وأيضا تتعامل مع الأخرى منها استعدادا للهجوم. بإذن الله سيكون في القريب العاجل. نحن لدينا غرفة عمليات وعمراء المحاور عدوا العدة والآن يخططون في خطة بإذن الله ستكون قريبة جدا. أشكرك جزيل الشكر الناطق الإعلامي باسم مكتب الإعلام الحربي التابع لعملية بركان الغضب عبد الملك المدني، كنت معي عبر الهاتف.